السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أول تعليق من المدرب نيجيريا بعد خسارة من الجزائر. دا هدف ليسيف وين المرة الثانية وين ينهزم أمام المنتخب الوطني الجزائري في ظرف نقولوا عام 2019-2020، ينهزم مرتين وينهزم معنا في الدومي فينال بهدفين لهدف، والهدف الأسطوري تاع محرز. اليوم كذلك وين ينهزم بهدف لصف من إمضاء رامي بن سبعيني، وين أكد المدرب المنتخب النيجيري أن اللقاء الودي ضد الجزائر سهرة أمس كان بمثابة اختبار مفيد لكتيبته رغم الخسارة بهدف رامي بن سبعيني. في تصريحات لرجل الإعلام بعد نهاية اللقاء، صرح التقني الألماني قائلا: مواجهة الجزائر اختبار جيد للغاية بالنسبة لنا، هناك مواجهة الجزائر اختبار جيد لنا بالنسبة، هل هناك إيجابيات لاختيار من بينها مباراة صعبة مثل هذه؟ الآن علينا التعافي بشكل جيد وبدء في التخطيط لمباراة المقبلة يوم الثلاثاء ضد فريق آخر وهو صعب. يعني أكتشو كيفاش وين دائما الناس ما يحوسوا سايق بارتيا فاتت، حوس الجديد يجي. شو كيفاش وين يحوسوا دائما على المستقبل، يحوس لك على جديد. سايق فاتت بارتيا هذه نحوس كيفاش نخدم سيت لعابة، درت 8 لعابة جدد في المنتخب، نحوس كيفاش ندي لعابة، نحوس كيفاش ندي الأحسن تاع الأحسن ونلعبهم. يعني نتمنى إن شاء الله بربي احنا أمام المكسيك، احنا غادي انا عارف كيما يقول لك التشكيلة تاع المكسيك أمام المكسيك انا عارفينها زعما 90-80%. فريق منتخب نيجيريا، منتخب اللي عنده شخصية تاعه، منتخب اللي عنده شخصية تاعه. صح أمام الجزائر ما ربحناه بكل سهولة، ما تعبناش معاه، ماشي كيما نقولوا حنايا دومي فينال ولا، حنا ما تعبناش مع نيجيريا، حنا ماركينا بنت لعابة عندنا عرفوا كيفاش يجيروا البارتيا، وين شلنا كيفاش نيجيريا وين حاولت باش تسجل، لكن قوة الدفاع المنتخب الوطني كانت أقوى من مهاجمين تاع نيجيريا. وين المهم يبقى المنتخب الوطني، وين الفوز تاعو يبقى مهم في مباراة ودية، وين انتهت شلنا كيفاش انتهت بهدف لصفر من تسجيل رامي بن سبعيني عن طريق كرة نقولوا ركنية وين تبعها وسجل منها الهدف الفوز في الشوط الأول. وين نقولوا بلي لاعبين أشبال المنتخب الوطني الجزائري وين أدى مباراة، يعني وين خاصة وين أداء مع صلابة الدفاع، وين شلنا كيفاش صلابة الدفاع والتحكم في الكرات، ولفت الانتباه الدور الذي قام به مهدي عبيد وهاريس بالقبلة في وسط الميدان، وين فكان من بين أحسن العناصر خاصة بولحية. وفي الشوط الثاني رغم الاستفاقة النصور النيجيرية إلا أن الضغط العالي الذي قام به لاعبينا أربك بعض الشيء النيجيريين وأضاعوا العديد من الكرات ولم يجدوا حلول لاختراق الدفاع المنظم بقيادة عيسى ماندي. اللقاء سيخرج نقولوا باللي وين خرج بالإيجابيات الكبيرة الكثيرة، خاصة مع تألق بعض اللاعبين نقولوا بالرحمة بالقبلة بولايا الذي يملك إمكانيات كبيرة سيستفيد منها المنتخب الوطني في قادم المنافسات. الشيء الملاحظ أيضا القوة البدنية اللي شاهدناها فانيك، القوة البدنية التي لعب بها الخضر وبريتم واحد طوال اللقاء، فهذا يحسم
يعني للاعبين وين العمل تاعهم في الانديه تاعهم وين انديه وين على هذيك نقولوا باللي ماذا بينا يكونوا يلعبوا لي زونترينمون تاعهم كي يجيك المنتخب الوطني يعطيك 90 دقيقه في القمه تتمتع معاه يعني بكل قوه. وهذا الفوز اليوم يا يعني 19 على التوالي وهذا وين يعطينا شعور بالفخر ان شاء الله بربي. المباراه 20 ستكون يوم الثلاثاء ان شاء الله امام المكسيك وين نقارعوا المباراه تاع المكسيك باش نقفلوا 20 بارتيه بدون انهزام، خاصه كي نقول المكسيك ولا نيجيريا. انا قلت لكم بلي نيجيريا المنتخب النيجيري ما هوش المنتخب زعما غادي نخافوا منه، لازم نديروها في رسالنا وين اللعابه تاع المنتخب الوطني الصباح عندهم في رسالهم قاموس الفوز ثم الفوز، ما عندهم زعما غادي نخاف ولا غادي بالك نخسر ولا لا لا، يدخلوا نورمال يربحوا صاي كيما نهار ثلاثة غادي تشوفوا اللعابه تاعنا دخلوا نورمال يربحوا يكملوا البارتيه يتخابسوا يجوا رايحين. هذه هي ما غاديش نشوفوا زعما صعوبات من عند المكسيك ولا حاجه، ما كاين صعوبات من حنا اللي غادي هما غادي يخلصوا معنا، لازم يتعب ما غادي زعما كنقولوا باللي غادي يربحونا ولا صعيبه ولا لا لا. المكسيك انا نقول لكم المكسيك غادي نربحوها بالاداء والنتيجه، سورتو وين نعرفوا التشكيله تاع المنتخب، سورتو وين كاين بن ناصر غادي يلعب دونتري يا بن ناصر راك عشت ولا بن ناصر ميليوتيرا ماهيش لعبه، بالك يلعب خاطش الرياح قديورة بالك قديورة ولا عبيد خاطش عبيد فاني قدم مباراة كبيرة كرة نيجيريا قدم مباراة كبيرة. نيما نربحو بسهولة ما عندناش مشكلة، هادي نقولها ونعاودها ما عندناش مشكلة، حنا غادي نروحو الكوب دي موند، حنا نروحو الكوب دي موند، حنا غادي نلعبوا الادوار الاولى في الكوب دي موند، نيغوسو باش نجيبوها نبروفيتو خاطر على اللعابه اللي معنا لازم نبروفيتو كوب دي موند، لازم نبروفيتو كوب دي موند كوب دافريك نجيبوها كيما الكاميرون في 2002 مي كان عندها ايطو كانت تقطع بروفيتو داوها جوج خطرات، حنا فريق لازم نبروفيتو، هذه هي بروفيتي عندك لعابه بروفيتي عندك لعابه بروفيتي انت حوس تقارع ما نقولش بالك او في مكاش الكاميرون غادي نلعبوها بالكاميرون ولا غادي نلعبو في قطر ولا غادي نجيبوهم. حنا اسبانيا حنا غادي نديرو كيما دارت اسبانيا كوب دافريك كوب دي موند كوب دافريك ني موا ني بليس، تالي غادي تعاودو الجزائر كيما دارت اسبانيا، اسبانيا دارت كوب دوروب كوب دي موند كوب دوروب، حنا فاني كيما هكا غادي ندو كاس العالم كاس افريقيا كاس العالم كاس افريقيا، عندنا منتخب راه عندنا منتخب ضربك هذا الوقت اللي رانا فيه شتي لا كاينه حاجه برك الله يجعل ما يبعدوناش كوب دي موند يديروها 2023 هذه اللي راني خايف منها، هذه نقولها نبدا نقولها راني خايف ياجلونا كوب دي موند راني خايف منها، خاص التأجيلات وصوال على مصاريين وكورونا ورانا نشوف في اوروبا هذه كورونا كوي ربي يربدها علينا ويخلينا كيما يقول لك نفرحوا مع اللاعبين، هذ اللاعبين اللي راهم عندنا لاعبين لمده 10 سنين هما في المنتخب الوطني، راه مبول حيره في 10 سنين قديوره ابراهيمي في غولي محرز فانيك محرز عنده شحال عنده في جا 2014 جد و 2014 جا محرز جا ديريكت في التربص تاع التربصات تاع المنتخب الوطني الكاس العالم 2014 تالي لعب تالي عابد جا 2015 بالرحمه طاهرات اوكجدا هادو كاع جاو 2016 بن ناصر 2016 ادم الناس ب 2016
بالقبله جا لعب ريو دي جانيرو ما راحش ما داش لونترينير بصح جا الجزائر 2016 بالقبله لاعبين قدامى بالسبعيني 2017 راهم لاعبين قدامى معنا لي بيلي في المنتخب الوطني ما خافوش هذه هي ونيجيريا دات زيروا روحهم بداو حبه وصحيح هذه هي